سلام الله سلام فيها كلمة حلها مربوع، وانا ماني مفسر كلمتي للي يفسرها. هلا يا مرحبا بالكلمة اللي جالها مشروع، ولكن المعركة بكره على الساعة نصفرها. حبيب فخر علي من ابتت للثلاث ضلوع، احاول كسرها لكن ما ادري وش يكسرها. عطيتك موجز النشرة ويعبر لي عن الموضوع، يا راعي الطايرة من غير كبتن وش يطيرها. أنا جيت البحر ضامي واخذت من البحر قرطوع، وشبت الحوت اللي في البحر كلني يدورها. تراها ما تعيش الا سنة زايد شهر واسبوع، اشوف البدو ريانا وغنم كثرة خناجرها. وقفت وزانها تبغى العشاء حتى ذبحت الجوع، وين انقربت منها كرمشت كبرو سبافرها. لقيت اروغ من الثعلب لقيت اذكى من الجربوع، لقيت هذاك اللي يلظم باطن الدنيا ويظاهرها. نقول لك الغلط مرجوع، ما قلت الغلط مرجوع، تحذرنا من الحوتة ويدك في مناخرها. أنا وأنت شبابه مرح أدبرها علي الهول وانت ما تدبرها. يداك تغطاها وسط الشهم حتى تعدى الكوع،
لكنك عجل الدعوة على ما لا تواخرها. Thank you.